السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا الساعة فيكم في قناتي يا جماعة، قناة خليل الجيمنج. أدري في بعضكم مو بحاب اللعبة يقول ديما، لكن مشوني على قد عقلي وأنا اعتبروني هالكم يوم اللعبة شوي عجبتني الصراحة يعني، فبلعبها كم من يوم، ما بتكون سلسلة طويلة هالشي اللي أقولكم إياه أكيد طبعا، لكن خلني نبني شو نبني يا جماعة الخير؟ نحن آخر مرة لأن شو سوينا نحن؟ الحين بغينا نسوي ابجريد حق البيت الخشب هذا وبيت ما في يا جماعه، لازم يحطوا لي كي بايندينج حق هذا، الطريقه هاي ما تنفع، لازم يكون في اختصار. انزين الحين نحن شو سوينا اخر مره؟ ناقصنا عن اخر مره نحن هذا موجود سمول اكويبمنت، منو ما عنده دوام هني؟ خلينا نشوف، نحن محتاجين ناس زيادة، وحق الناس زيادة أنا كبرت البيوت، لأن في مشكلة الناس عندي عندهم أصلاً بيوت في كل الأحوال، وبدينا إنتاج معدات حقهم تولز، فمفروض إنتاجيتهم تبدأ ترتفع شوي شوي. أباند أوف نوماد هاب أرب أنا رأس مالي جندي واحد ترى. نوماد هم من ال توتال بيلدينجز، أوكي عندي يقول لي كم مبنى اقدر اسوي توتال. اوكي خلنا نسوي ريبير حق هذا ريكليم. اوه حصلنا اثنين، نايس. حصلنا اثنين، انا والله كنت اتشاور الحين شو نسوي في كميه الناس عندنا قليله جدا، في عندنا اثنين تزوجوا امس لكن ما سوينا شيء فعلي، فالمصيبة عندي أنا هني، المصيبة عندي أنا دائما ألعب هالألعاب على السريع وشوية غلط، يعني إذا أنتوا تلعبون هالألعاب لا تلعبون يعني مثل ما تقولون سريع، مفروض تأخذون راحتكم، بس أنا ما يعيبني إني أتم وايد أخذ راحتي. إنزين هذا اسمه الفود ستورج، اسمه الإكويبمنت ستورج، بنحتاج الحين حق المدينة هاي أنواع تخزين، وقلنا لكم هالمنطقة هاي بسويها نحن أماكن حق التخزين طبعا. دخلنا نرجع هني يا جماعة الخير. انزين صبر، اكويبمنت حطينا، اكل حطينا، جولد بنحطي وبنحطي كريستال، لان لحين ما جمعنا كريستال الحين ترى، بنحطي مال ذخيرة وما نقدر نحطي مال مفاتيح للحين، لان اظني فل هي 20 من 20، فلازم ادق هذا بابجريد، وهذا شي بالحق ابجريد 8 بورد. نحن كل شيء مفروض عندنا تقريبا، مفروض اقول مفروض، هذا مش الاكيد، بس الاكيد ان انا لازم اعطي هذا المبنى اولويه في البناء، لان هذا مسكنهم، واخر مره مطرت ما كان عندهم وايد. اي لحظه، انا ما عندي نايت از كومينج سون بي كيرفول. وحوش بتون طخ. لحظه، خلينا نحط مشكله، وين صاروا الاثنين اللي جايين؟ ندورهم من حين دوار هالاثنين. تعرفون شو اكل؟ انا اشوف ما عندي مشاكل اكل وايد، فافكر اظني لازم بيت ولا ما بيون، فلازم البيت يكتمل بشكل جميل. لحظه خلنا نستعمل القوه الخارقه مالنا، زين على اساس نبدا ننشئ دفاعات اليوم قبل لا فلسفه الزايده هاي مالي اللي ما بسوي شيء الا انها تجيب العيد علينا والكارثه والمطمه. ويا سلام، شيء ممتع جدا يعني جدا. المهم شو اخباركم؟ شو مسوين؟ ان شاء الله مرتاحين. ممتع جدا صراحه الحلقه، ممتعه جدا صح؟ اشل حبه حبه بيدي صح؟ انزين انزين يا جماعه، انا يعني اثنين بس ما شفت زاد وركرز. في حد ما عنده شغل؟ اظني في حد ما عنده شغل. لحظة اوكي لازم انا ازيدهم مانيوال اللي فوق. في وحدة حامل جابت ولد اظني. حملت هاي اللي عاد فيها، كفو عليه والله، الله النذيب. انزين سوالف هاي not available board. اوكي البورد بيكون في المانفاكتشرنج على الاغلب، في التصنيع، فخلنا نسير البورد. من يسوي لنا بورد؟ هذا يسوي لنا سوالف دروع، هذا يسوي لنا كذا، هذا يسوي لنا تول سميثي،
اللي هو نحن هذا حطيناه. فنحن محتاجين تمبلر. تمبلر شو يسوي لنا؟ انتجلنا هذا مايننج فاسيليتيز. اوكي تمبلر شو يسوي؟ ليش يحتاج مايننج؟ هذا شو يسوي؟ بولس وود كل بوز اسهم رماح سوالف اسلحه ايرون اجنت. فبالتالي لحظه خلنا اني بهذا سمول جولد ستورج. سوري بس انت لازم دسمانت البيلدينج وهذا دسمانت البيلدينج. بنعطيه اولويه فانهم يفكون المباني هاي لان بنحتاج ريفاينج. هني شو يسوي لنا؟ هذا عندنا اياه لمبرمن يسوي لنا بورد. بس عندنا لمبرمن نحن لمبر شاك. نحن عندنا الجاذرنج اللمبرمن نفسه اللي هو هذا ما عندنا اياه. فورج عندنا مال كريستال ما عندنا. بس نحن للحين ما جمعنا ولا كريستال اظني. فخلونا نشيل الكريستالز اللي هني قريب عندنا عمال. ان شاء الله ما يقصرون ويانا. بس الاولويه الحين ان انا اهدم هالمباني لان غلط اصلا بنيتهم واستعجلت في بنائهم وايد لان لازم ابني شغلات انتاجيه زياده عشان بعدني ما لازم اتعلمها الحين زياده في اللعبه هاي. فخلنا خليهم شو يسوون؟ خلنا نستعمل قدره المسك هذه. ما نبغى هني لا نبغى خلصون هذا. شوفوا يا جماعة أنا طالب منهم يهدمون هذا. أوكي 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 لازم أدق تحت. يس نايس. معناه أقدر أحط اللمبر مل تحت المال خشب على أساس إنه يجمع. هذا شوف هذا اللي هي بركس. هذا بنحط لمبر مل هذا بيشل الخشب من هني. تخزين خشب لازم يكون عندهم والله. إذا بسوي أي تخزين خشب لازم يكون جنبهم جدا. بس تعرفون شو؟ خل هايل يكملون على باقي الخشب اللي هني زين. والحصة على أساس إنه ما أنسى. إحنا قاعدين نحفر ترى في نص مخاطر يعني مش قاعدين نحفر في مكان سهل. هني بخلي وبمتد حوله زين على أساس يمكن أسوي مدينة داخل الحصة. أنت في اليوم الثالث أنا أني ديفنس without something defend your village يقول لك أنا كملت 3 أيام من غير ما أبني أي دفاعات. وإذا ما بنيت أي دفاعات أنا راح أكون في ورطة كبيرة. أنزل هذا معناه خل نبدأ نشتغل نبني تاور باليستا تاور. لحظة خل نتفق على شيء. لحظة عندنا بانش تاور شورت رينج تاور فير تاور ذات ويل فاين نير باي فون اريا بانش تم. أوكي ما نبغى الحين هذا تور لونج رينج وايد. نحن نبى شيء نفس هذا لأن فعليا ما عندي دفاعات. فأبى شيء مركزي يقدر يدافع عن معظم القرية حاليا. هذا شكله جيد. ممكن أحطيه والله بالطريقة إذا يركب هني مش غلط. والله ما راح يركب هني للأسف لأن أظني أقدر أشل الحصة. إذا شليت الحصة بيكون هذا مكان شبه مثالي حقي صح؟ لأنه راح يحمي معظم القرية. هذا الصبر خلنا شل هاي المهني دقيقة خلنا تشوف هل هاي فعلا المخربين. إذا هاي المخربين بيكون وايد زين. لا مش هاي المخربين ما أقدر أبني هني زين. إذا نبني هني بعد مكان زين جدا لان انا الهدف الاساسي اني احمي منه البرج الاساسي مالي. فخلنا نبني الباليستا تاور هذا وني هني. شو يباله باليستا تاور؟ يباله روك كريستال كاتستونز. اوكي كل شيء المفروض يكون عندنا حتى الكريستالات وهي المفروض يكونوا عندنا. اوكي وبنعطيه الاولويه ولا كريستال كتبه مقطوع جاهز لأن ما عندنا نحن اللي يجمع كريستالات وما عندنا مكان حق المباني. فاللي عندنا الحين نقدر نسويه بس إنه أساس نطور منو هذا. إنزين بو تاور 8 روكس 2 كريستالز إلى آخره بوير. إنزين هذا ما عندنا مكان نبني شيء داز يعني لازم آخر شيء نبني هذا نسوي أبجريد حق المدينة عسب أبني إني شوية دفاعات حقي. ما عندنا مشكلة كبيرة نحن حاليا أظني أتصور أتمنى بالأحرى. هذا شو
في بوابة من نوع من أنواع البوابات هاي، أنا ما أعرف سالفته، شيء انشنت قديم يقولون. إحنا احتلينا مكان جيد جدا يعني، حتى إذا خسرت ما بكون وايد زعلان، بس ما أظن بخسر، صعب. زين لازم أحط مجموعة تورات. هاي اللعبة تتحول إلى تور ديفنس في النهاية ترى. قلت لكم يمكن أرجع لها في يوم من الأيام، بس ما أظن بتكون سلسلة طويلة أبدا أبدا أبدا. لكن خلنا نشوف، ما عندنا ناس زيادة صح؟ نبى ناس زيادة يا جماعة. نات أفاليبل بورد. زين إذا ما في أفاليبل بورد تعالوا ابنوا هذا ترى عادي، ما في مشاكل ترى. لازم تقعد تودون هني سامان أظن يعني. يعني ما له داعي. يبالي حد يصلح المباني بعد. هذا معناه خلنا نسرع الجيم، لأنهم أصلا بطيئين وايد. حتى يوم السرعة ما يكون، ما يعتبر الجيم أصلا بطيء في أي نوع من الأنواع. أنا مش عارف كيف يعتبر بطيء جدا، بس هذا إذا يمبيني بيسي. الكريستال أوريدي موجود، ما أحتاج أبني مبنى كريستال، نايس. هذا معناه يمكن حتى إذا هذا يمكن نحط بوير، إذا هذا استوى له أبجريد كامل بنحط واحد يسوي لنا آمو، اللي هو يسوي لنا ذخيرة حق التورات أظني ممكن نحتاجه إذا ما كنت غلطان. وين صار التصنيع هذا؟ هي هذا يسوي لنا هالسوالف، هذا بيسوي لنا ذخيرة. اوكي هذا بيسوي لنا اسلحة، وانا ما باني اي دفاعات يعني، من منطقي جدا اني انا ابني دفاعات الحين، بس انا اعطي الاولوية حق هذا وهم يروحون هني. ليش؟ هذا تحت مرة ما في اولوية، اولوية هني ما قاعدين يبنونه. والله انكم من ذول، والله هم يسوون عن قصد ترى، مستقصدين انهم يزعلوني على فكرة. تبن لهم. اذا هيا بنا، هيا بنا نبني، هيا بنا نمرح، هيا بنا نزح، هيا بنا الى اخره. ما هذا؟ اشبع هاشو، ما اعرف شو هذا. شوفوا انا اخر شيء بنيته، هاي نهاية اللي يلعبها اللعبة هاي، هو يبني كل شيء. نزيل نوماد اباند هاز ارايفد تو ذا ريجن. في ناس يو، انا عندي البيت الحين احتياجات 15 من 20، فاموري طيبة يعني في البيوت، ما عندي مشكلة، مش محتاج بيت قريب. نو وركرز افاليبل. حبيبي نسوي لك وركر، اخترع لك وركر. انا شو تبغى؟ موب جارد لا، ليش هذا ما فيه؟ يو عندنا 2 زيادة، اوكي نايس. بزيد الجارد 1، وبزيد عندي الوركرز نفسه، كارب سنار نفسه، هذا نفسه. اوكي الحين بخلي ناس زيادة حق شغلات ثانية، لان الحين نو برودكشن ست، لازم احدد الانتاجية. سوري مش لمبر جاك، هذا شو اسمه؟ لمبر مل، غير عن لمبر جاك. لمبر مل ليش ما حصل هناك؟ ليش مش قادر احصل هنا؟ مكشفت جست كومبليتد نيس امونيشن فكشن. اهي اعرف اعرف، انا الحين عندي مشكله ثانيه، يقول لك ما في انتاج محدد. اوكي اوكي سوري 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 سوري. 210 15، عندي خشب وايد، عندي خشب وايد، خلها 25 ماله، خل هذا ينتج على اساس هذا اللي بينتجه بيروح وين؟ في بناء هذا الحين، وهذا ما عنده اي نوع من انواع الانتاج. فخلنا لحظه نسير وين الجارد ستور. نو بوير، اوكي يبا راعي اسهم هذا على اساس انه يقدر يطرق. طبيعي كيف انه مسوي مكان انه يدافع عن القريه، بس مش حاط له شو حد يسوي له اسهم ولا سلاح، ما يستوي. هذا كلام صحيح، ونحن نعرف هالشيء على اساس لهالسبب نحن بنسوي ارمر مثل الحينه بعد ما هذا يستوي له ابجريد. ان شاء الله الامور تمشي يعني، لان البيوت بحتاج اسوي لها ابجريد قريب. اظني هم يعيشون مع بعض. Total children. اوكي يحسب لي اياها.
الاكل للحين زين، ما اعرف اذا لازم اسوي له ابجريد، بس تعرفون شو احتياطا ابى اسوي له ابجريد، بس هذا لازم ارفع اولويته اساس انه ما انسى اني اسوي ابجريد حق هذاك. الحين ها شو ناقصنا حق الابجريد؟ نوت افيلبل بالبورد. زين هذا شو قاعد يسوي لكم ترى؟ هذا قاعد يسوي بالبورد ترى، يعني هذا المفروض يبالنا مصدر ماي غير ترى. لحظة، ولا نقدر نسوي ابجريد حق هذا؟ لا ما اقدر. بس الماي هل يحتاج مساحة بناء؟ كيتشن مطبخ، ما عندي مكان ابني. بس هذا البير بعد يحتاج مساحة للبناء يا حبيبي. اوكي بنسوي بير في نص القرية، بير، وبنسوي ارمر سميثي. بنسوي الارمر سميثي عند منو؟ عند هايل، لان اتصور انه بيستعمل ايرون وربعه. اوكي ونبى، لان الماي احس انه بينقص. وزين اني سويت ابجريد الصراحة، زين زين اني طورت المزرعة، لاني اظني بنحتاج قريب اكل. والمشكلة في هالالعاب يوم تحتاج شيء وتبى تسوي وقتها ما تقدر تسوي وقتها، خسائرك تكون وايد. ف من الافضل والحكمة الافضل الاعلى ان الواحد يسوي قبل بوقت الشيء، لكن ها مفروض ما يطور يعني. لحظة خلنا نسوي لنا تور ثاني دام عندنا مكان. زين ونشوف انواع الدفاعات اللي نقدر تور مليسول ساي. هاي اللي تزيد مساحة البناء مالي على ما اذكر، بس ما بقى الحين. جاردز اوت بوست كريستال جولم، ما اعرف هذا شو يسوي حاليا، بس خلنا في الابراج حاليا مبدئيا. بو تور، بو تور بنحتاجه هني، بنحطي واحد لان هني ما عندنا دفاع قوي اصلا، تقريبا ما عندنا دفاع هني. شو يبو هذا؟ يبو شيء ما عندنا اياه. لا ما في شيء ما عندنا اياه. اوكي بيسووا لي اياه على الطلب، ما عليه مو مشكله. بنحطي بو تور هني، بنحطي بو تور في المكان هذا احتياطا، وبنزيد الجيش مالنا حبه، اكيد بيونا ناس قريب. ها شو يبو؟ ايرون هلمت، منتين تو منتين تو ميك تو ميك تو، كل شيء حبتين. سوي حق الجنود البواسل مالنا هالسوالف. وشو بعد عندنا؟ ارمر هذا ويبنز، سوي اثنين سيوف. ونبى ميك تو ميك تو ميك تو ميك تو، توتال ثري. اوكي انزين مو مشكلة. وهاي ان احنا كله منتين الموارد براية، قلنا ما عندنا مشكلة مع الموارد خلها من نفس ما هم. انزين الحين معناه احنا استهلكنا الطاقة البنائية مالنا، وين صار؟ عندنا بعد، بس هني شي يبالي حق التطوير. لحظة بورد وهالسوالف وابجريد، ممكن ندق بابجريد، بس الحين ما عندنا كفاءة الناس ولا كفاءة العمالية اللي ممكن نحتاج فيها. بس خلنا نسوي ابجريد حق هذا. والماي من ينبني، لان الماي تشوف عندي قام ينقص، الماي نقص وما في مطر قريب كان، فهي مشكلة. يقول في وحوش، هاي مصيبة إذا في وحوش عندنا الحين. يو يقول engaged يعني اوريدي يهجموا علي، وينهم؟ المشكلة البوير مالي هذا الحين ما بنو، شو ناقصنا؟ روك ستورز حصا يعني يبا يبا. ايه خلنا نساعدهم شوي على اساس ان هاي المساكين يشلون ثلاث حبات فوق راسهم ويون من اخر الدنيا. فابا ابني ولا اساعدهم؟ زين انا مطر ترى، لو ماي انا مطر كنا بتوهق، كنت ما بيكفيني الماي. المطر هذا فعليا انقذني من ورطة انا فيها. هم يتريوني اسوي لهم ها؟ الهروم كلاب، يلا يلا يا الاتكاليين يلا ها ابنوا هذا خلصونا. خلنا نحط لنا جنود بواسل زيادة، نقدر نحط جنود زيادة؟ لا
بقدر بحط جندي زيادة، خلهم دام عندهم سلاح وهذا شوي بطمن نفسيا أنا. هم أهم شيء هذا يسوي لي، يسوي لي هذا يغطي والله مساحة حلوة، بمتد هني شوي شكلي لأنه هني ما يوصل هالصف. فزين إني حطيت برج هني زيادة. هذا أندرستافت، أنا أعرف إنك أندرستافت، أي نو نو أفاليبل كريستال. ليش هذا كله شو؟ خلني أجمع الكريستال هذا كله. مشكلة ما عندي كمية ناس كافية، يعني حتى ما عندي ناس زيادة لو تشوفون هني، لازم أنقص واحد وأزيد عامل هني زيادة على أساس ينتج لي هذا. هذا أرمر سميثي أنا مش بوير اللي بين. ياس يضربون وين؟ هذين هذين الوحوش، شوفوا شوفوا قتلناهم. أيوة استويت الخايسة. نايس نايس، دافعنا عن بيوتنا. لحظة، اللي أنا بنيت شيء غلط لإني لازم أسوي بوير. أنا واحد سوي لي تمبلر، هذا سوينا أردي تمبلر اللي هو ما سوينا تمبلر نحن. وين التمبلر؟ أنا حيد إن سوينا تمبلر. ما في عندهم رصاص طلقات. زين خلنا أبى أهدم هذا. هذا ينتج لنا برودر. هذا يعطي تورات وانا ما حط وانا ما بنيته، مش الثاني. نزيد فمو مشكله، خلهم بيهدمون هذا الحين. بنزيد العمال عامل، استوى عنا واحد زياده، اشوف بس واحد زياده بس خلاص بيهم. اوكي نزيد. اوكي مكشفت لمبر شاكز بينج دمج هاب بالدرس. لمبرشاك اللي هو هذا لازم اسوي مكان حق تصليح ترى، اللي هو نحن شفناه ذيك اليوم، مش الجدران سوري. ذكروني هني كان، ايوه هني كان ومينتنس بيلدينج، مبنى حق الصيانة. ها حق يسوي لنا صيانة حق حرام، ماتت وهي تربي تبولد. أبروح أبا الشعب زيادة. سمر والصيف بيجي باكر. يا سلام، وعندنا هني ماي يروحون طلعت رحلات. إنزين الحين ماركت بليس وميكر شاك، خلنا نسوي عيادة أساس لو في عيادة أتصور أن فرصة أنهم يموتون أقل. كم عندنا مباني نقدر نبني؟ بنينا حدنا من المباني حاليا. اول هجمه مشت على خير، ثاني هجمه انا ما ظنيت تمشي على خير ترى. زين بعد في وحوش هجموا علينا يا حبيبي. ما عندنا حد. اوكي اما الحين يقول لي اقدر ادمر مكان وابني عليه، يعني انا اروم اسوي هالشيء هذا. لحظه اول شيء ها شو اكس، خلنا نشله. لحظه اول شيء قبل لا اتفلسف، ها شو ريد همس. اوكي هذا مو مشكله، ها شلو. زين في عندنا الحين بس يستوي البوير هذا اللي هو الحين اللي احنا لازم نساعده، يبقى 8 حصى. ما عندي عمال كفاية، دايما دايما في أي لعبة أنا ألعبها أتم أسحب على والد والدينهم لين يتوهقون. والله
بعد هني شوي في اللعبة فيها مساعدة اني اقدر انا اشل واعق، لكن مش حالك يمشي، مش حالك يمشي. ايوه احلى، تعال. يعني كلام كبير، كلام كبير. not enough influence. اوكي خلاص ساعدناهم اكثر من هاي مساعدة، ترى ما في، ما حد بيساعدكم هالكثر اصلا، ما حد بيسوي لكم سالفة، انا بس مسوي لكم سالفة ترى. طب زين الحين هذا يباله مينتننس. ابا يبنون هذا حقي، بس ليش ما يبنونه؟ هل هو نقص في العمال؟ هل هو نقص فيهم؟ لا ساعدهم في خشبة كبيرة، خشبة صغيرة، كلهم نفس الشيء يعني عندهم، اظن كلهم نفس الشيء عندهم، ما يفرق بالنسبة لهم، لأن لو يفرق هو لو البوير هذا يكتمل بس بوظف فيه واحد يسوي الحين اسهم حق هذا، بنرتاح من وايد شغلات، من الهجمات ومن هالسوالف، لان عندي جارز ثلاثة عايشين بعدهم، مفروض ان عندهم سلاح ترى، مفروض عندهم، شوفوا عندهم اسلحة، عندهم هالسوالف، انا جالس اصرف عليهم ترى، مش ببلاش قاعد يسوونهم شغل، ميون هني يعيشون، اوفر لهم سلاح، اوفر لهم كذا، اوفر للباقيين امان، اوفر. الموضوع مش موضوع بس تعال واسكن، انا قاعد اصرف مبالغ وقدرها يعني على الشيء هذا، واللي هي موارد وقدرها يعني، وما في شيء ببلاش ابدا ابدا ابدا. يعني خليه يبنون هذا، بيبدا يستوي عندنا بوز ولا اسهم حق هذا زين، والبيوت وضعها عندي، البيوت وضعها تمام مش 100%، بس اشوف ينقص الاحتياج البيت، اظن اللي يتزوجون يسكنون في غرفه واحده يمكن، واللي هو بيكون منطقي، بس الوحوش ما مخلتنا حاليا في حالنا، فبنعطي اولويه شوي حق البناء هذا، على اساس انه يمكن هذا اللي هو كلينك، سويت لهم عياده، والحين مينتننس بيلدينج. انا حطيت مينتننس بيلدينج صح، هذا هو، اوكي هذا هو مبنى الصيانه، هذا هو. انزل الحين اللي بسويه اني بنقص عامل من هني وبزيد عامل هني، اوكي، وبخليه ينتج لي 3 3 3 3 3 3 منتين 3 اول تايم. اخ عاصفه، عاصفه هجوم خربطان كل شيء، ما يصير يعني عاصفه كهربائيه بعد، مش هي عاصفه عاديه. انا اعرف انك اندرستاف، بس عندك عامل واحد ليش ما يه؟ اوكي وصل تمام. الحين ما اعرف والله كيف شو بسوي فيهم انا هاي، هاي خلنا نسوي لهم ابجريد الى لكشري هاوس هاي كواليتي، اظن بيساعدهم ان هذا ينتجون زياده ناس، وبنعطي الاولويه حق هذا المبنى، وبنشل له سامان من اوكي، قال لي هاي بوابات ما ادري وين اقدر اسير فيها الحين، خلنا نساعدهم، احس انه قاعد ابني مش هم يبنون السالفه والله، يعني المفروض هم يساعدون، هم يشتغلون هالشغل مو انا اشتغله، لكن شو اسوي انا طيب، وهاي هاي ثمن الطيبه، ندفع الثمن غاليا. لحظة بدل ما اسوي هالشيء هذا، انا عندي وايد حصص ترى، عندي ستون كتر واحد، عندي فارمر اثنين، عندي بلدر اثنين، شكله واحد موت، ووتر اموره طيبة، خلهم بيبنون هذا، هم بيبنونه، تعبت وانا احول السامان، لانه هاي البطيئين شوية، بس عندنا طفل واحد في القرية للحين. يعني في عندنا شغل شوي، هذا بني جهاز ما اعرف وين يجيب العمال الصراحه، ما عندي اي فكره، بس ان شاء الله بتمشي الامور، نستوي على الاقل عندي مبنى صيانه، بنزل مال لمبر جاك حبه واحد، شو اسوي اللي يجيب خشب، لان اوريدي عندنا خشب وايد، لازم ارد اوزعهم من اول وجديد يعني.
فإذا نقدر نستقبل ناس بيكون زين. الحين يجونا ناس بنحتاج شي 5-7 بينقصنا وايد شغلات. ايوه الحين نو افاليبل كريستالز، بس هذا لو يحصل بوز اظني يكفي بيكفي. هي اوكي عنده 10 لودد بلس 30. اوكي نحن نصنع من هذا صح؟ ما اعرف اذا هذا اللي هو يبغى ولا لا، بس عندهم كل شيء مفروض الحين، عندهم اسلحة عندهم دنيا عندهم، وماشيين بالسرعة القصوى اللي نقدر نمشي عليها. يعني اكثر من هذا اسرع انا صراحة ما اقدر امشي لانه وايد صعب، بس الا اذا بنوا هذا بسرعة. ما بيبنون هذا بسرعة الا اذا انا ساعدتهم، لما ساعدتهم في كل شيء الرغود هايل. اخر شيء انا بشتغل مكانهم. اروم اشل من داخل المبنى وهو كمية الناس هي الشيء الاساسي اللي مخرب الحين الموضوع كله. زين البيت دام ان عندي انفلونس خلنا نستعمله ونشل. اوكي نايس زين دام عندنا انفلونس خلنا نستعمله ونشل نساعدهم احسن من نكون ساحب عليهم. يعني منو عنده موظفين؟ فارمر موظفين، لمبرجاك موظفين، ووتر ماستر موظفين، جاردز مينتننس ما عندنا ولا واحد. اوكي بنحطي لك عامل هني وبنشل عامل من لمبرجاك. اوكي اساس ان هذا يبدا يصلح لنا المباني اللي عندنا خربانه احسن من تمه العوزين. زين هذا عنده رصاص عنده كل شيء الحين واموره طيبه المفروض. هذا زيرو اوت اوف 20 هذا ما عنده امو، بس اظن هذا بيسوي لهم مع الوقت المفروض، المفروض انه يصنع لهم يعني كل شيء يقدر يصنعه خليته يصنعه. يعني هذا باليستا بولتس الميك شافت تاور اظن يمكن نوع الرصاص نفسه هو ينتجه ولا ما ينتجه. اوكي هذا هو باليستا بولت تورز. اوكي نحتاج ميك ناو منتين ذن دسك غبار يانا 10 كوفر 5 و 5 كوفر بعد 10 هلا. هذا الكوفر هو اللي تشل الاسهم عرفتوه، فهذا عنده شغل وايد الحين يروح يجيب ما ادري من شو ينتجهم الصراحه، لكن يصير يسوي ويوصل شكله بعد. في عنده 3 اوكي نايس اشوف. اوه عباه فول والله، كفو كفو نايس. يعني هذا بعد بيحصل رصاصة الحين عجيب. لا 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 كلام كبير، بدينا نحط دفاعات. لحظة خلنا نساعد هايل في بناء البيت هذا، هالبيت الفارح على اساس انهم انا باهم يتكاثرون شوية ومش قادر اخليهم يتكاثرون، فقلت بسوي بيت فخم. يميل ليل احس انه يخرب بيته الصراحه، يعني مش طبيعي ابدا ابدا ابدا، لا مش ممكن ابدا. لا 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 الوضع كبير، وضع كبير. زين هالشي بالحق ابجريد، يبغالنا بورز وودز روكس عندنا، نحتاج نبني نحن اصلا. فخلونا نسوي اللعبة والله الصراحة اداريا مش بالسهولة اللي انا تخيلتها، اتوقعتها بتكون وايد اسهل، وايد 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 اسهل من هذا. ما اعرف اذا بكمل بعد حلقة، ما اعرف صراحة. اللي هي لو كان فيها شوي جرافكس بعد كان الوضع غير. بس عبنني يعني كمانجمنت كهذا واحد تعلم عليها هذا، حتى لو اخليها برايا يعني اتس نايس حلو الواحد يلعب هاللعبة. المهم هاي بتكون نهايتنا حلقة اليوم، مشكورين على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.